في أغاني بتبقى مرتبطة بوديع الصافي وبتعاشره مدة طويلة، يعني مثلا نلاقي مثلا غنوة زي الله يرضى عليك يا ابني، دي نلاقيها نقول إذا كانوا الأولاد يعني مقربين أو الأغاني زي أولاد الفنان، بيبقى في نوعية من الأغاني بتلازمه، بتبقى زي الابن الأولاني. نعم. مثلا الله يرضى عليك يا ابني دي نعم. بتعتبرها إيه؟ بعتبرها يعني من أعمالي أنا الإنسانية، يعني الفنية الإنسانية، لمسات فيها عائلية وفيها إنسانية وفيها عاطفة حلوة جميل، دي من نوع يستمر. والبرهان أن الشعب العربي وخاصة الشعب المصري الكريم حبها وتقبلها كثير أوي، يعني هي يمكن لقت قبول عند كل المستمعين العرب تقريبا. نعم، هو إجمالا مع كل المستمعين، بس خاصة المستمع المصري، لأنه الشعب المصري يتوق كثير أول للعاطفة، وهو عاطفي يعني أنت عارف. ظروف الكلام ده ما كانش غريب في وقتها لما لحنته؟ كان غريب وحبوه بشكل خطير بسرعة. يعني ما ترددتش قبل ما تلحنه؟ يعني لما جالك الكلام؟ أنا طلبت نوعية الكلام على طلبي. الشاعر عامل اديتهم الفكرة. نعم.